السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناة مطبخ وتدابير ملاك. اليوم غنشارك معكم لاطة ديال الحوت بالجزر، كتجي سهلة في التحضير ديالها وما كتطلبش وقت كثير. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقة. غادي نحتاجو البطاطا وغادي نحيدو ليها القشرة ديالها، غادي نقطعوا البطاطا بشكل دائري. ندعو البطاطا في الماء اللي غنسلقوها فيه وغنديروا معاه شويه ديال الملح ونديروا لها غير نص سلقه. نحتاجو خيزو محكوك، غنديروا معاه شويه ديال الملحه والبزار. وبالنسبه للتوابل اللي غنديروا فيها السمك، غادي نحتاجو زيت الزيتون، غنديروا معاه الريحان يابس، الزعتر، تحميره، البزار، سكينجبير، شويه ديال الكمون، الخرقوم، والثومه كتبقى اختياريه، اللي بغى يديرها يديرها، اللي بغى يستغنى عليها ممكن يستغنى عليها. كنوضعوا البطاطا هي الاولى، نضيف القليل من الملح، والقليل من الإبزار، وكنضيف لها شوية من زيت الزيتون.
كنوضعوا شرائح السمك. من بعد ما درنا التوابل السمك كنوضع الجزر. ملي كنتهيو من التزيين ديال اللاطا كنغطيوها بورق الطهي وكندخلوها للفران.